بسم الله. احنا هنتكلم دلوقتي على الريكتانجلز، والريكتانجلز برضو بنهايلايت ب جيوغرافيكال اريا، منطقه جغرافيه، او بارتيكولار ريجن، خلاص، لمنطقه معينه، اور ستيت، يوزنج ريكتانجلر بوكس، شكل الريكتانجلر، تمام. وي كان هاف ا ريكتانجل اون ا ماب، فانيشيت، نقدر نحط ريكتانجل على الماب من خلال ان احنا بنشيت بنجهز يعني كلاس جوجل دوت مابس دوت ريكتانجل، خلاص كلاس ده الريكتانجل هو ده اللي بنديله، ومسافه ما احنا بنكون بنجهز ده بنحدد بقى ايه ذا ديزايرد فاليوز، يعني القيم اللي احنا عايزينها للبروبرتيز، للخواص بتاعه الريكتانجل زي الباث والستروك كلر والستروك اوباسيتي والفيل كلر والفيل اوباسيتي والستروك ويت والباوندز. قريبين جدا طبعا من ايه، من الدرس اللي فات، من البوليجون، لكن هنا في حاجه اسمها باوندز، بس دي اللي ايه، باوندز اللي هي المقصود بيها يعني الحدود، خلاص، الحدود او الفقرات، الحدود يعني. طيب يبقى احنا قلنا ان الريكتانجل قريب جدا من البوليجون، خلاص كده، ونقدر نحدد فيه كاستم كلر عادي، وويتس واوباسيتيز ومش عارف ايه، والايدج بتاعت الريكتانجل والكلام ده، اللي هو الستروك يعني الشكل او الخط، كل ده كلام جميل، لكن مش شبه البوليجون في شويه حاجات. احنا ما بنحددش هنا باسز، ما بنحددش مسارات، احنا بنحدد هنا حاجه اسمها باوندز. الباوندز هنا اللي هي اللاتيتيود ولونجيتيود باوندز للريكتانجل، خلاص. طبعا احنا ممكن نعمله ايديتابل، ممكن نعمله دراجابل، ايديتابل عشان نقدر يغيره، ودراجابل، بس دي مش قصتنا دلوقتي يعني. كلام جميل، عايزين نعرف الباوندز بتترتب ازاي. الباوندز بتاعت الريكتانجل بتتظبط على اساس الطرف الشمال والطرف اليمين ومن فوق ومن تحت، يعني النورث والساوث والايست والويست، وبناء عليهم بنقدر نعمل الحاجه بتاعتنا. تعال ناخد مثال عملي على طول، نخش هنا. احنا كان عندنا ريجن كوردينيتس، خلاص احنا استغنينا عنها، والريجن تريانجلر، مش محتاجين كل الكلام ده. دي اولها فين واخرها فين؟ انا مش شايف. طيب هنا ده كله احنا ما احناش عايزينه خالص. فين الماب؟ انا مش شايف الماب بصراحه. ايوه اهي، انا كده اهو فضيت خالص الملعب بتاعي، بعمل انيشيت بس للماب اوبشن والماب. كلام جميل قوي. هاجي هنا اما اعرف فار فاريبل اسميه ريكتانجل، وده ايكوال نيو، وخش على جوجل دوت مابس، ومنه هات اللي هتجيب ايه، قلت له ريكتانجل، خلاص كلام جميل. ادي اوله وادي اخره بالسيمي كولون، لكن هنا هبدا احط بقى الايه، البروبرتيز بتاعتي، ستروك كلر، لون الاستراك بتاعتي، اختار بيساوي اي لون انا عايزه، هكسا ديسيمال، ماشي، قلت له اف اف 00 اف اف، ماشي، مش عارف يطلع لون فحلوقي، يعني هو هيطلع لون طبعا ريد جرين بلو، يعني ريد كامل وجرين كامل ومفيش اي لون تاني، فمش عارف يطلع ستروك، مش كلر بقى، اوباسيتي، تعمل بس بتاعتك قد ايه؟ قلت له ماشي شغال 80%، مش مشكلة، يبقى شفاف شوية. ستروك ويت، ستروك ويت حجم الخط، قلت له دخله شوية، 3 مثلا، خلنا الستروك ويت اللي هو سمك الخط. فيل كلر هتملاها بإيه؟ إيه اللون اللي هتملى بيه؟ قلت له فيل كلر اديني اي لون تاني كده، ماشي، خليها جرين، اللاب الاخضر في النص، ماشي. في الاوباسيتي يعني درجة، طبعا احنا بنحب ان في الاوباسيتي تبقى شفافة شوية، عشان ايه، زي ما قلنا يبقى اللي وراها باين، ماشي. الماب بتاعتك ايه هي؟ قلت له احنا معرفين فاريبل هنا اسمه ماب، فالماب بتساوي الماب.
كل ده كلام جميل. نيجي بقى لأخطر حتة اللي هي الباوندز أو الحتة المختلفة. الباوندز دي بتساوي اللي بتساوي ايه؟ قلت له دي قصة بتساوي أربع قيم هحطهم هنا. ايه هما الأربع قيم؟ أول واحدة النورث وحط قيمتها مثلا 33 مش عارف ماشي مثلا أي حاجة خلاص. ساوث وليكن ايست طبعا المفروض ما يبقوش زي بعض ابدا، يعني مثلا بحط قيم دلوقتي كده عشان اوضح الفكره. ويست شمال جنوب شرق غرب ماشي خلاص كده. وكده نكون احنا عملنا ايه؟ حددنا كل القصه بتاعت مين؟ بتاعت الريكتانجل وربطناه مع الماب وكل حاجه، فمفيش عندنا اي مشكله. طيب انا يعني غيرت شويه النورث والساوث والايست والويست زي ما انتم شايفين الارقام كده تمام. نرجع بقى نشوفهم، هلاقي ادي ايه؟ ادي الشكل بتاعنا وادي الريكتانجل خط الستروك الازرق او مش عارف لونه ايه ده، واللون الداخلي اللي هو اللي هو الاخضر اللي مدي شفاف فمبين اللي تحتيه زي ما احنا شايفين. يبقى احنا كده خدنا الايه؟ الريكتانجل. وطبعا الريكتانجل ممكن بدل ماب بيساوي ماب اللي احنا عملناها هنا دي كالعاده يعني، ممكن طبعا نعملها برضو بايه؟ بست ماب، يعني نقول ريكتانجل دوت ست ماب وما بين قوسين احط له الماب او نل زي ما اتعودنا يعني، فمش هقولها تاني خلاص زي ما اتعودنا بالظبط.